هذه الندوة تأتي في سياق الحراك الحالي اللي هو قائم من أجل تعديلات الأساسية لمدونة الأسرة. وكما تعلمون 19 سنة من الممارسة والتطبيق لهذه المدونة أبانت بأن هناك إشكالات على مستوى المساطر الإدارية وبعض المقتضيات القانونية، وكذلك بعض النصوص المدونة على مستوى الجوهر والموضوع بأنه يستدعي إعادة النظر في هذه القضايا. فلهذا تأتي هذه الندوة وكتكون كتجي في المشاركة ديالي من أجل إبداء الرأي في بعض القضايا، خصوصا باعتباري ممارسا ومدارسا للمادة الأسرية، بأن هناك بعض القضايا التي تتعلق بالمساطر الإدارية والمساطر التوثيقية التي أنا الأول لإعادة النظر فيها، لأن الممارسة هي التي تبين عن جودة النص وبعض الهانات وبعض الثغرات التي تمس هذا النص على مستوى التطبيق. وكذلك 19 سنة من الممارسة تبين بأن هناك تحولات اجتماعية، وهذه التحولات الاجتماعية تقتضي أن المشرع ينبغي أن يواكب التطورات اللي كاينة. وكذلك كاين قضايا اللي هي كتمس الجالية المغربية، المغاربة القاطنة بالخارج، أنه كيف نلائم بين النص المحلي على مستوى الوطني وعلى مستوى النصوص خارج التراب الوطني، لأن هناك تشريعات في دول التي يقيم بها المغاربة في الخارج. النص الذي حاليا في المدونة مثلا المادة 14 هل تواكب وتسير؟ وكذلك بأن هذه التشريعات الدولية أحيانا تتعارض مع بعض المقتضيات المرجعية على مستوى، كنتكلموا على المرجعية الإسلامية، كيف شنو؟ إذن لابد من تجديد النظر وإبداء الرأي من منطلق الاجتهاد ومن منطلق الانفتاح، ولكن مع الحفاظ على الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تشكل من النصوص القطعية التي لا يمكن تجاوزها. حاليا كاين الحديث عن بعض القضايا، مثلا التساوي في الولاية، موضوع ديال الإرث إلى آخره، يكون هناك قضايا إذن إبداء الرأي، ولكن ينبغي أن هناك، لأن المقتضيات الدستورية هي المؤطرة للتشريعات اللي هي تشمل بعض القطاعات بحال الأسرة، إذن لأن المرجعية للأمة المجتمع المغربي الديانة الرسمية هو الدين الإسلام، إذن بمعنى ينبغي أن نحافظ على الثوابت ونجتهد داخل النص وداخل الثوابت ديالنا. هذا هو اللي كاين.